والآن مشاهدينا مع أحوال الطقس. وقفة أخيرة مع مصطفى. شكرا من جديد آية وشكرا رغدة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في محطتنا وفي جولتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على معظم الأنحاء. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم، ويزيد ذلك من الإحساس بارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 4 درجات مئوية. وهذه مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، ودرجة الحرارة العظمى فيها 37 والصغرى 26، ويكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 33-25، ويكون الجو فيها أيضا حار. في مطروح 31-23، ويكون الجو فيها أيضا حار. في بورسعيد 33-25، ويكون الجو فيها حار. في الإسماعيلية 38-24، ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 38 درجة مئوية والصغرى 24، ويكون الجو فيها أيضا حار. في العريش 34-24، ويكون الجو فيها حار. في طابة 36-26، ويكون الجو فيها حار. في شرم الشيخ 41-30، ويكون فيها الجو شديد الحرارة. في الغردقة 40-29، ويكون الجو فيها أيضا شديد الحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة مئوية والصغرى 27، ويتسم الجو فيها بشدة الحرارة. في أسوان 43-29، ويكون الجو فيها أيضا شديد الحرارة. في الوادي الجديد 43-25، يكون الجو فيها أيضا شديد الحرارة. في شلاتين 40-28، شديد الحرارة. وأخيرا في حلايب 36-27، ويكون الجو فيها حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.